أحد الأشخاص وهو من أهل العلم كما يفترض. شخص ادعى يدعي أنه من أهل العلم. موقفكم سلبي من السيد الحيدري، ولماذا هذا التشكيك في اجتهاده؟ تشكيك في اجتهاده لأنه ما عنده شهادة اجتهاد يروينا إياها يظهرها. نحترمك عالم، بس مجتهد لازم يكون فيه شهادة اجتهاد تثبت له. ممن منح الجمع بين ذلك وحضر محاضراتنا طيلة السنين وتلقاها بإذن واعي وعمل بما علم ووقف عند ما لم يعلم ووقف عند ما لم يعلم سماحة الحجة العالم الكامل السيد كمال الحيدري، وبلغ الشأوى قاصيا من العلوم العقلية. بس ربما واحد يقول يعني هذا لازمه أنه فقط في العلوم العقلية، مباشرة أجاب بجواب المقدر لسؤال المقدر ما هو، أو بجواب لسؤال المقدر قال التي لا تنفك عن العلوم النقلية. سؤال، هاي يمت الإجازة عام 1414 هجري، احنا ايش قاعد نسوي 1442، يعني هذه الإجازة ايش صار لها؟ صار لها أكثر من 26 سنة. شخص ادعى يدعي أنه من أهل العلم قبل 3 سنوات وفي أول وجه لوجه مع سماحته وصفته أنا شخصيا بالظاهرة، فقامت الدنيا ولم تقعد، لأن بعضنا وللأسف الشديد لا يحسن التجليل نسبة للأحياء، بل يجيد التخليد والتقديس للأموات فقط. الآن أمامكم، الآن أنا عرفت كل تراثكم، ولعله عرفت ما لا يعلمه حتى علماء الأوائل، لأن مذهبنا بحمد الله تعالى فيه من القوة والاستحكام، نستطيع أن نأتي بكل ما كتبتموه على مدى قرون ونعرضه ونهدمه في ليالي أمامكم، وسترون إن شاء الله تعالى. فتحول الموت إلى خط أحمر على حساب حياتنا، وما كان بالأمس ظاهرة تحول اليوم إلى مدرسة ونهج فيما يتعلق بنقد الفكر التكفيري. فكم هي الفضائيات التي أخذت تمتهن صنعته، وكم هي الشخصيات التي أصبحت تضع ركاما من الكتب أمامها لتحاكيه في جلسته. والحمد لله أصبح التكفيري في الزاوية الحرجة، فعلى صراخه وظهر على حقيقته شتاما سبابا بذيئا، بعد أن كان يتلبس بالنقد العلمي ويرتدي أمام بؤس محاججاتنا ثياب الصالحين. خب نظر فقهی یه نفری میده نظر شاذی است. خیلی خوب، قبول ندارید فرضی نظریه پردازی تشکیل بشه و مباحثه بشه، 5 نفر 10 نفر فاضل بیان نظر فقهی رو رد کنن با استدلال، اشکال نداره. نظر فلسفی داده میشه همینجور، نظر معارفی و کلامی داده میشه همینجور، در مجلات در نوشته ها گفته بشه یه حرف فقهی یه نفر میزنه، یه نفر رساله بنویسه در رد و کسی او رو قبول نداره رساله در رد و بنویسه، بنویسن اشکال نداره، با هم بحث علمی بکنن. مسئله تکفیر و رمی و این حرفا رو بایستی از حوزه برانداخت، اونم در داخل حوزه نسبت به علمای برجسته و بزرگ. یک گوشه از حرفشون با نظر بنده حقیر مخالف بنده دهن باز کنم رمی کنم، نمیشه اینجور. تحدث عن آیت الله العظمى سید کمال الحیدری، انعم و اکرم. یا اخی شوف الاثار، یا اخی شوف العلم، يا أخي شوف البحوث التي والله يقف العقل مبهورا أمامها. بحوث في العقائد، بحوث في الإمامة، بحوث في الإمام صاحب الزمان، الأطروحات المهدوية. يا أخي مو بس هاي، يعني سيد كمال الحيدري أعطى للمذهب في هذه الأيام وقبل هذه الفترة قوة عجيبة من ناحية الاستدلال ومن ناحيات محاربة من أراد أن يحارب المذهب وأن يكمم أفواههم، بل ويلطمهم على أفواههم. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء سيد كمال الحيدري هذا الجزاء؟ أننا نصدق من هب ودب، نصدق كل من تحدث على عن هذا السيد الجليل؟ أنا ويشهد الله ويعلم ليس لي أي مصلحة مع هذا الرجل، جزاه الله عن الإسلام خير جزاء المحسنين. ولكن يا أخي يحز بالنفس أنه صار الأنترنت، صار الفيس هو الذي يتلاعب بحياتنا، يتلاعب بمقدراتنا، يتلاعب بعواطفنا. كل شيء أشوفه مشاركة، كل شيء أشوفه أعجبني. وشوف طرح سيد كمال الحيدري ده تابعوه لو ما ندري، يعني ما ندري جوز يعني 4 5 يتابعون. ليش يا أخي؟ يا أخي اقروا، يا أخي تابعوا، يا أخي شوفوا الفكر، شوفوا التحديات المحيطة بكم، شوفوا ناسكم، شوفوا فكركم. يا أخي البرنامج كله ساعة اعتبره مسلسل مدبلج وتابع. يا أخي تابعوه، شوف الوضع شلونه، يعني شوف الرد العلمي، شوف الحوار الهادئ المؤدب، شوف الأطروحة الراقية، الأطروحة الموثقة بالسند وبالطريقة، وشوف التهريج والسباب والشتائم، وشوف هاي الخطوط العريضة اللي تنزل. مني يقول أن واحدهم أحدهم منه أحدهم هو، هذا علم، هذا علم
لا انت تنزله ولا غيرك ينزله، هذا عالم واضح، هذا واضح. يعني شنو انت شنو هسه قياسا بمؤلفاته، قياسا بكتبه، قياسا ببحوثه، قياسا بعلميته، شنو اللي عندك؟ عندك كل ما بلا امر تطلع بقناه انه تشتت للناس على الحيض والنفاس والسؤال توضح لهم. شوف ذاك مؤلفاته وكتبه وبحوثه وفلسفته واخلاقياته وعرفانه وتفسيراته وغيره وردوده وبطارحاته، فمن يقول احدهم هو شنو مجهول وتخاف منه تذكر اسمه، خاف يعني يسبب لك مثلا حرج او ما شابه ذلك. غير نعرف شنو كلمه احدهم، شنو احدهم، شنو صغار هذا المقابل. صغر كمال ما يصغر، واقع ما يصغر، ما يصغر، لان انسان علم بعلمه ومعرفته باخلاقه وقيمته. فالمهم انا فاللي يصيد يعني بهذا الفرص مو هاي، انت مو تقول انصر المظلوم، اي نظره مو انسان قاعد يقول لك مظلوم، بس انت لا شلون، هذا مو من حزبي، مو من ربعي، مو من جماعتي، مو من تياري، مواردي مو من عنده، ما اقدر. ولذلك انت ما تنشر يعني هذا، تنشر بس هاي الامور اللي تعرف وراك الهمج، راح مباشره انه ينشرون حالات وجروبات ويعلقون ما شابه ذلك. عدي تعليق الاخت ثانيه بس ان شاء الله معين. احفظوا هاي، الاستاذ الوحيد الذي يمكن للطالب المجد ان يكتفي بالحضور عنده نظر لجامعيته للمعقول والمنقول، وهذا الامر اشهر من نار على علم. يعني ما تحتاج انت غير استاذ مولانا، احنا نعرف كل عالم يحتاج استاذ بالفلسفه بالعرفان بالمنطق بالكذا بالكذا مولانا. هسه فضل الله عبد الفقير بفضل الله من سنه 1992 بعد الانتفاضه الى يومنا هذا ما من درس لنا نقرر مولانا، لا خلى ماكو علم الا هو على راس ذلك العلم. ماذا فعل؟ من هذول كل طلبه العلوم الدينيه تخرجوا على يدي؟ من هاي الكتب اللي ألفها؟ من اللي ألف هاي الكتب التي هي حقيقة؟ والله والله أنا في يوم أمس يعني بكيت من أشوف من أقرأ هذا الظلم لهذا السيد الجليل. يا أخي طرح يا أبي كل يوم على أول سؤال، أنت وين البحث العلمي؟ يعني غريب عجيب، أنا والله العظيم يعني في شيء ملفت للنظر. ليس هو الموضوع ولا أخذ. أحسنتم، لا ولكن الهجمة الآن يعني حقيقة لا يوجد مثيل، أقولها أقسم بالله بعد 200 سنة 400 سنة ما يفهم هذا السيد شنو. انت شوف من كتب، من الذي كتب في علم الامام، من الذي كتب في الامام، من الذي كتب في التوحيد، من الذي كتب في العدل، من الذي كتب في الفلسفه، من الذي كتب، ماكو شيء ما كتب فيه. شوف تراث المسموع والنقول، وانا عندي مقدمه في كتاب اللي هو تراث السيد احاول اجمعه. وهكذا الان اخر شيء، من الذي حاور الملحدين، من الذي تطلب محاضرات الديني، ما من محاضرات على الفضائيات من سنه، هذا صار له 40 سنه. يعني هذا التعبير يقول اشهر من نار على علم. يعني اكو واحد بيعرف، يعني هذا وكانما واحد جاك شو بيعرف الان، يجيك شيء كل شيء بيعرف، يعني من اخر سيد الحيدر. صديقنا السيد كمال الحيدري درس دورة الفصوص، عن الفصوص كتاب صغير، المطلع عليه يعرف حجم هذا الكتاب، في 13 سنة استمر تدريسه لهذا الكتاب. ومع الأسف بعض الإخوان يتعاطى مع هذا التراث بطريقة كثير تبسيطية وأحيانا كاريكاتورية، فيصدر أحكام جزافية. هذا التراث عميق ويحتاج خبراء كما تحتاج الهندسة والطب وأي علم من العلوم الأخرى، يحتاج أيضاً تخصص وخبرة. العلامة الشيخ الدكتور عبد الجبار الرفاعي، وهنا برز دور العلامة السيد الحيدري، كان يتكلم عن الفلسفة وكيف تأسست، وبعد ذلك ما مر في قوم والدرس الفلسفي، ثم إلى أن قال الذي تصدى لتدريس المعقول مضافاً إلى مشاغله في تعليم الفقه والأصول، فحرص على تدريس المنطق وعلم الكلام والفلسفة والعرفان، كذلك اهتم بتدريس تفسير القرآن بالعربية، وواصل مهمته منذ أكثر من 20 عاماً، وأصر على الاستمرار في هذه المهمة بالرغم من العقبات، إلى أن يقول، التفت إلى هذا الحادث، يقول في شهر رمضان في عام 1426، واضح؟ يعني قبل 18 سنة، كان مجموعة من العلماء والباحثين والدارسين في منزلنا بيت الدكتور عبد الجبار، مدعوين لوليمة إفطار، وبضمنهم بعض أساتذة الفلسفة والعرفان في الحوزة العلمية والجامعة، وكان السيد الحيدري حاضرا على مائدة الإفطار، فاستدرجنا على مائدة الإفطار إلى مناقشات تناول السلسلة من المسائل الفلسفية والعرفانية لمدة 7 ساعات متوالية. أي منتوج ذهني يستطيع هكذا؟ الذين يطعنون في الشخصية العلمية للحيدري خلي يفكر قليلا، وقفوهم إنهم مسؤولون، وحقك الله يحاسبك إذا أردنا أن نقف عند المدخول النجفي وعند المدخول القمي للشخصية العلمية الحيدري. ماذا نستنتج؟ أن السيد الحيدري استوعب تلك المطالب الأصولية والفقهية نجفا، واستوعب المطالب الفلسفية والعرفانية في قم معية الأبحاث العقائدية والتفسيرية، فأنشئت لنا شخصية علمية قل نظيرها، يعبر عنها بشكل واضح ومن أوضح مصاديقها هو دام ظله بالشخصية العلمية الشمولية. وأي شمول؟ شمول التخصص، ولا كل شخص يقدر يكتب هنا وهناك ويصيح على شنو؟ عالم شمولي. يعني أنت حينما تقرأ لبعض العلماء يكتبون في الفقه اجترارا لكلمات الآخرين، هل يعد عالما؟ أو اجترارا لكلمات الآخرين في العقيدة، هل يعد عالما؟
أو يستند إلى كتابات أخرى هل يعد عالمة؟ أما الذي يحقق في تلك المجالات ويضيف، هذا الذي يؤطر بإطار العلم شنو هو التحقيق. ومن هنا تجد أنه الذين رافقوا السيد الأستاذ كانوا متأثرين بشخصية من؟ بشخصية السيد الأستاذ. تعال أنقل إليك. وهم كانوا يعلمون أن المسلمين لا يملكون ذلك العقل التفكيكي البنيوي، بدليل كفروا الحلاج، كفروا ابن سينا، كفروا الفارابي، كفروا السهروردي، كل شخص عاقل يأتي يكفر مباشرة، لأننا كنا أمة نقل ولم نكن أمة عقل. فجاءوا وعبأوا هذا الموروث الروائي بما يحلو لهم. وإلا يا شيخ بدر، أليس الله حكيم؟ هل يمكنك كرجل أنت أن تصدر أمرين في قضية واحدة في بيتك؟ لا يمكن ذلك، صحيح؟ والحكيم لا يصدر حكمين مختلفين. من أين جاءنا أن هذا محرم وهذا محلل، هذا مكروه وهذا مباح؟ أن الحياة لا تقف على شخص، فغياب شخص كفيل بأن ينسيك لذة الحياة. ولكن مع الأسف الشديد، بدل أن يعينون مجروع ماذا فعلوا مولانا؟ ها؟ وقفوا أمام هذا المجروع، ضيقوا علينا كل طريق، كل طريق مولانا، لا الفضائيات ولا المواقع ولا الكتب ولا المعارض، حتى المعارض منعوا كتبنا في بيعها. المرجع السيد كمال الحيدري بارك الله فيه وبارك في عمره، هذا الرجل قام بمراجعات كثيرة للمذهب الشيعي وخرج بنتائج في منتهى الجراءة والشجاعة. بصراحة لا يوجد مرجع سنة الآن، يعني يصح أن يسمى مرجعا، قام بمثل هذه المراجعات لما عليه أهل السنة وصدمنا ببعض الأشياء التي لا نريد ولا نحب، لم يحصل بهذا الحجم. هذا الرجل بارك الله فيه فعل هذا. طبعا انظروا الآن كيف يكفر الشيخ الحيدري وكيف يزندق وكيف أنه لا يستحق المرجعية أصلا وكيف أنه كذا من الشيعة. طبعا مش من الشيعة، سباب وإقذاع تحصل موجود عند الجميع هذا. ها؟ لكن سبحان الله فقط هم الأئمة. والله مثلا هزموا على السيد فضل الله سيد الأستاذ، استحلت المرجعيات تطلع تحكي بأنصاف أن والله نحن لا نوافقه في كثير من آرائه، هل أنت فيك تحكي؟ لكن لا يجوز غيبته، لا يجوز كذا، لا يجوز كذا، ما في، سكوت. راحوا أخذوا السيد الحيدري حطوه ومفخرة للعالم الشيعي، مع أني أختلف معه في كثير من الآراء، بس جيبوا لي واحد مثله، جيبوا واحد مثله. ما استطاع ولا عالم شيعي أنه يناقش الوهابية في أفكارهم كما ناقش السيد كمال الحيدري. وينه؟ بالإقامة الجبرية. وين العلماء؟ ما حدا بيوقف مع التاني. ليش؟ تحسهم أعداء، تحسهم كذا، بيصير شيء بالنجف بين العلماء، حدا بيوقف مع التاني. ليش؟ ما بعرف، كأنه كل واحد مننا، وحتى لو كنا كل واحد بمذهب، ليش ما بدنا نوقف مع بعضنا؟ كلنا ننتمي إلى الإسلام، ليش ما بدنا ندافع عن بعضنا؟ ما بعرف. نطالب وبشدة وإصرار سماحة القائد آية الله العظمى المرجع الديني السيد الخامنئي دام ظله للتدخل سريعا لفك القيود المفروضة على المرجع الديني سماحة السيد الحيدري دام ظله، كونه أحد أعلام ورموز العراق والعالم الإسلامي، وهو واجب شرعي وأخلاقي نأمله من الخلق الرفيع الذي يتعلى به السيد القائد الخامنئي حفظه الله تعالى.